بأداء ولا أروع نجح نجوم النادي الأهلي في إعادة الهيبة من جديد لكبير أندية مصر وإفريقيا وحامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، وذلك بعد الفوز الغالي والثمين بثلاثية نظيفة على فيتا كلاب الكونغولي في عقر داره، رفعت رصيد أبناء قلعة الجزيرة إلى 7 نقاط، وأحيت الأمال بقوة في التأهل كأول المجموعة إلى الدور ربع النهائي. فوز وحيد على المريخ السوداني في بداية المشوار أعقبه خسارة مفاجئة أمام سيمبا التنزاني في دار السلام ووسط حضور جماهيري، ثم تعادل إيجابي مع فيتا كلاب في القاهرة جعلت البعض يشكك في قدرات المارد الأحمر في الصعود وتخطي المطب الصعب. رفاق المدرب العبقري بيتسو موسيماني نجحوا في ترجمة السيطرة التامة على مجريات الأمور إلى فوز ثمين وغالي بأقدام المهاجم محمد شريف وصاحب الكرة القاضية دائما محمد مجدي أفشة والجناح الواعد طاهر محمد طاهر. وأضاع نجوم الأهلي العديد من الأهداف كانت كفيلة بخروج المباراة بأكبر فوز لفريق مصري على فريق إفريقي خارج الديار في منافسات هذا الدور. الفوز الكبير والمهم أنقذ النسر الأحمر من مفترق الطرق في المشوار الإفريقي، وأصبحت الأمور ممهدة أمام تأهل مستحق إلى الدور نصف النهائي واستكمال المنافسة على بطولة الدوري المصري بجانب الحفاظ على اللقب الإفريقي. يعني زي ما شفنا وزي ما تابعنا شخصية البطل روح الفانيلا الحمراء هو ده اللي كان مسيطر امبارح على اللعيبة وعلى المباراة بشكل عام. هنتكلم بشكل تفصيلي عن امبارح، ايه يعني اسباب العودة بهذا الشكل اللي اسعدنا كلنا كجماهير للأهلي، واللي اكيد كلنا بنتمنى ان هو ده يبقى الاداء في كمان الماتشات والبطولات القادمة، وايه كان سبب كمان يعني عدم توفيقنا في الفترة اللي فاتت بالشكل اللي احنا عارفينه وواخدين عليه في النادي الأهلي. خلينا نرحب بس في البداية بضيفنا العزيز جدا كابتن محمد عامر نجم الأهلي السابق. يا صباح الجمال. صباح الفل. اهلا بحضرتك. مبروك علينا. الحمد لله. مبروك. الحمد لله رب العالمين. نستأذن حضرتك نبتدي بالنقطة اللي نهاوند يعني حطت ستريس كده عليها في المقدمة اللي كانت بتقولها عن حضرتك، يعني فكرة ان احنا رجعنا بالشكل ده، هو احنا كان مبدئيا لازم نحس بالضغط ده كله عشان يبقى فيه صحوة وعشان يبقى فيه تصحيح للأوضاع، وبالمرة برضو نعرف كيف رأيت مباراة الأمس ابتداء من التشكيل مرورا بالانتهاء بالأداء بشكل عام وانتهاءا برضو بفكرة تصحيح الأخطاء. بص يا كريم، دي قصة وبدايتها سيمبا، هزيمتنا في سيمبا، وهزيمتنا كان لها أسبابها. احنا جايين من كأس عالم للأندية وسفريات رايح جاي رايح جاي، وأجواء مختلفة بتنتقل من جو بارد لجو حار، ومباراة ليلية وإجهاد وكورونا وتغيير في التشكيل بسبب برضو الإجهاد وبسبب الكورونا والكلام ده كله، ورحنا سيمبا واتغلبنا، وده كان ألم. أنا قلت قبل كده في حتى في البيت الكبير مع هاني وقلت لهم إحنا الهزيمة دي هتفوقنا جامد جدا، لأن إحنا يعني وارد إن البطل يهزم، وارد إنه يتغلب بسبب ظروف مش بسبب يعني عدم مسؤولية أو بسبب تهاون في الأداء أو الكلام ده كله. لأ، ده هو بيبقى غصب عنه، والأسباب اللي أنا قلتها دي كلها كانت سبب في إن احنا اتغلبنا من سيمبا، وكان ده ألم على وشنا فعلا، فوقنا كلنا من لعيبة لجهاز فني الإدارة يعني، وفوقنا دوت كان سببه إن احنا لما لعبنا فيتا كلوب في القاهرة كان تركيزنا عالي جدا وتفوقنا عليهم بشكل كبير جدا، ضيعنا اكتر من 15 فرصه. يعني انا بقول انا لما تيجي تقول 20 تقريبا، والله لا، الحقيقيه اللي ممكن نقول ان هم فعلا اجوال، ولو اتكرروا بعد كده مش هيضيعوا مننا 15 فرصه. بس في المقابل ايه؟ في المقابل ان احنا راحوا علينا 3 مرات، ضيعوا واحده
وجابوا اثنين سجلوا في الاثنين يعني. اذا في كان في فعالية بعض في الهجوم عندنا، لا بعض الـ بعض الـ السلبيات عندنا من دفاعنا. المباراه نفسها غرت اللعيبه، لان احنا لما ضيعنا الاهداف دي كلها اللعيبه كانت متخيله ان الماتش سهل. في ده احنا بنروح كل دقيقه بنروح للجول، فالفرص بقت تتوالى تضيع، وما كانش في تركيز جامد جدا لدرجه ان اللعيبه اللي كانت عاوزه، كل لعيب بيجي له فرصه عاوز يضمنها قوي. فاللي عايز تتحط فيرست تايم ما بتتحطش، لا عاوز يوقفها ويعدلها ويرقص ويضمنها قوي، فما كانتش بتيجي. الماتش ده علم او درسناه كويس قوي، وخاصه موسيماني درسه كويس جدا وعرف ان فيتا كلوب. احنا طبعا تعادلنا 2-2 وده كان ما كانش في مخيلتنا ان احنا نتعادل، لان احنا طبعا التعادل يدخلنا في ان احنا لازم نكسب بقى بره طبعًا. لازم نكسب وبعدين احنا وفيتا كلوب متعادلين يعني. ده اربع، احنا اربع نقاط وهو اربع نقاط، وهو املنا الوحيد. مش عاوزين نبقى الامور في ايدين غيرنا، لان لو تعادلنا امبارح هيصعب المهمه جدا، كل واحد هيروح في طريق، هتستنى نتيجه المباريات بتاعت الفرق الثانيه اللي في المجموعه، يبقى مصيرك في ايدين غيرك. فرصه اضعف طبعا، لكن انت تكسب يعني. الناس كلها كانت تقول لك يا مكسب يا درون، عشان يبقى الامور لسه فيها في امل. لسه في امل، لكن المكسب يخليك انت ماسك الامور بايديك طبعا، والامور في ايديك انت، لان المنافس ليك. احنا نخرج سيمبا بره الموضوع، لان سيمبا كان عنده سبعة بنت وهيلاعب المريخ في المريخ او عنده في تنزانيا وهيكسبه، وفعلا ده حصل، كسبه بقى 10 بنت، واحنا أربعة وفيتا كلوب أربعة، يعني الموضوع التنافس بيننا وبين فيتا كلوب، فالمكسب هو اللي هيخلي الأمور في إيديك. فموسيماني درس الموضوع كويس جدا، وعرف إنهم عندهم سلبيات وأخطاء في دفاعهم. ويعني أنا كنت حاطط التشكيل، كنت حاطط قدام بواليا، يعني التشكيل اللي اقترحته بواليا، وكان محمد شريف وأجيه. هو غير بواليا بمروان محسن، حط مروان محسن محطة، شغل بيه الاثنين اللي هم السردباكين، لأنهم عندهم سلبيات في الدفاع وأخطاء في الدفاع في الحتة اللي بين الباك والسردباك، ودي كان بيلعب فيها الحتتين دول، ناحيه الشمال اجايه وناحيه اليمين محمد شريف، وكان مروان محسن شاغل الاثنين دول. فلو تلاحظ ان اول هدف لمحمد شريف كان في الحته اللي بين السردباكين اللي هي من ناحيه الشمال، وكان الاسيست ليها كان مروان محسن. بس صحيح. هو معروف من المباراة الأولى إن هم ما عندهم مشكلة في الدفاع، ولكن ربما كان التشكيل أو التكتيك هو اللي كان مختلف، وربما هو ده اللي دايما بيطرح، هو ليه طيب موسيماني ما عندوش لحد دلوقتي تشكيل أو شكل وتكتيك ثابت علشان نقدر نقول او يثبت حتى اللي احنا فوزنا بيه امبارح علشان نقدر مثلا نحقق فوز. الكلام ده اللي بيقوله الناس، ما انا بقول لحضرتك النقاد الرياضيين ما يطرحه على الساحه. طيب احنا مع فيتا كلوب والاهداف اللي راحت دي، لو كنا كسبنا 5 كان هيبقى موسيماني احسن مدرب، وعمل تشكيل محترم والتغييرات ممتازه وكل حاجه هتتقال فيه حلوه، لكن هو ما كانش فيه توفيق يعني. في الماتش الاولاني اللي في القاهره ما كانش فيه توفيق، ومع عدد الفرص اللي ضاعت غرت اللعيبه ان احنا هنكسب في اي وقت، وبقى في استهانه شويه بالفرص. حصل العكس في الماتش بتاع امبارح، احنا الفرص اللي جات لنا حطيناها جبناها. يعني اول فرصه اتيحت ده احنا بعد دقيقه ونص لمحمد، كنا بنروح للجول وضيعنا بتاع كورتين او ثلاثه. اول كوره اتشاطت على الثلاث خشبات من محمد شريف جت جول.
جت جول. ما هو ده برضه يرجع للتشكيل المناسب والسليم كابتن محمد. يعني امبارح بصراحه كان في توفيق كبير جدا، فكره كمان بان محمد شريف هو اللي ينزل، مروان محسن زي ما حضرتك الاختيار ده مثلا ممكن يكون بواليا لم يوفق في كذا مباراه اخيره، يعني الاختيار او التشكيل ده هو ما يعني سبب كبير. كان في توفيق لما انت لو هتبص بقى للتشكيل، طب ما محمد شريف لما خرج ومروان محسن لما خرج ونزل طاهر محمد طاهر، نزل بواليا، ما بواليا عمل اسيست لمحمد طاهر وجاب جول. يعني هو توفيق من عند ربنا، كان يعني الفرص ضاعت في الماتش الاولاني، ما كانش فيه توفيق، لكن كان في الماتش بتاع امبارح تركيز جامد جدا، وكل الناس عاوزه تستغل انصاف الفرص، وفعلا الفرص اللي جات لنا احنا جبناها. انا عايز اخد من كلام حضرتك اللي كنت تقوله من شويه، فكره ان لو كان موسيماني لو كانت خلصت المباراه بنتيجه 5-6 كان هيبقى احسن مدرب في الكون، والعكس صحيح. هو ده معناه ان احنا كجماهير بنتعشم زياده، ولا ده معناه ان احنا كجماهير قلابه؟ بمعنى لو حضرنا لحظه مش على هوانا وشفنا اداء مش على هوانا نقول مش هينفع الكلام ده وانتوا ازاي وكذا وكذا، والعكس صحيح برضه. يعني ده عيب في الجماهير وعشمها ولا ايه؟ ولا دي طبيعه الامور في كره القدم؟ هو دايما جمهور النادي الاهلي عنده طمع، يعني طمعان في فرقته، وطمع مشروع، وطمع مشروع طبعا. لان احنا نادي بطولات، ومش عايز البطوله تضيع من النادي الاهلي. لكن احنا بنتكلم واحنا بعيد، ما احناش في المطبخ طبعا. يعني موسيماني في المطبخ عارف لعيبته دي شكلها ايه، مين المجهد، مين اللي يقدر يكمل المباراه، مين اللي يقدر يكمل مثلا 60 دقيقه وابدا اغير واحد غيره. هو بيحط سيناريو للمباراه على قد امكانيات فرقته وعلى قد الحاله البدنيه والحاله الفنيه للعيبه. فلما بنتكلم من بره كل واحد حر، ده موسيماني ده ما عندوش فكره، واحد يقول لك لا ده موسيماني ده مدرب عالمي، ده كذا ده كذا، بس النتائج هي اللي برضه بتخلي الناس تقول رايها بالوحش او بالحلو. لكن احنا يعني امبارح موسيماني كان رائع، حط تشكيل كويس جدا، تغييراته في وقت مناسب جدا. يعني لما غير ايمن اشرف غيره عشان خاف لا يضيع منه في المباراه اللي جايه، ما هو كان واخد انذار واتنرفز وطلع عن المود بتاعه. نزل بيكهام مكانه برضو لما لقى فيه شويه اجهاد عايزين نمسك نص الملعب، بدا يغير ويجدد نشاط الفرقه. هو بدا المباراه بتشكيل اولا الزم السولية وأليو ديانج بالتمركز كويس جدا في نص الملعب، لان احنا كان الماتش اللي قبليه في القاهره كان أليو ديانج كان عنده حريه انه يطلع، عند السولية كان عنده الحريه انه يطلع، فكانت حته القلب فاضيه شويه، ده اللي اداهم فرصه بالثلاث فرص اللي جولهم يضيعوا واحده ويجيبوا اثنين. كان لو تلاحظ ان سوليا واليو ديانج كان في تمركز، كانوا عاملين ربط بين الفراوده وبين نص الملعب، لما بنفقد الكوره كانوا بينضموا للرباعي خط الظهر، فكنا دايما مقفلين سايبين الحريه الكامله، ودي انا بحيي فيها موسيماني ان هو ساب الحريه في التحرك لمحمد شريف واجاييه في ان ده لما يروح ناحيه اليمين ده يروح ناحيه الشمال، والحركه وحريه الحركه دي خلت محمد شريف اللي هو بيلعب ناحيه اليمين جه ناحيه الشمال وحط الهدف الاولاني، ادى حريه لقفشه ان هو يتحرك زي ما عاوز في 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 الحته اللي تحت الفراوده كلها، ولما اتحرك فيها احرز الهدف قفشه على طول بيتحرك براحته، يعني هو اصلا بيعتبر بلاي ميكر قفشه. أيوة بس بالزبط. الاداء بتاعه كان برضو، هرجع للنقطه دي، الاداء كان مختلف. يعني انا
مع ان التكتيك المره دي او المباراه امس كان اكثر من رائع بصراحه. ما هو ده تكتيكس ولكن الاداء يعني بتاع اللعيبه كمان في فرق. لو سواء هنتكلم عن طاهر او هنتكلم عن قفشه تحديدا كمان عشان هم اللي احرزوا الجولين يعني من الثلاثه، فعلا كان ادائهم حتى مختلف، حتى لو عندهم نفس الفرص بس في حاجه اختلفت امبارح. احنا شفنا روح الاهلي عادت مره اخرى، لا ما هي وكان ما في صحوه يعني. بصي هو ده اللي احنا نعرفه. بص حضرتك، احنا من اول النادي الاهلي ما اتنشا احنا روح البطوله والرغبه في الانتصار والرغبه في احراز بطوله ده موجود عند لعيبه النادي الاهلي. احنا يعني انا لما اقول لك ان لما كان جيلنا موجود انا واحمد عبد الباقي، مختار كان جاي من اسكو، انا جاي من كفر الشيخ، احمد بقى جاي من المنيا، كلنا جايين من فرق طموحاتها ايه؟ تقعد في الدوري الممتاز. يعني ما فيش فرقه فيهم بتلعب على على الدوري. فاحنا لما بنيجي النادي الاهلي بنتحول للعيبه عندها بطولات، والنادي الاهلي هو بيغرس فينا طبعاً النقطه دي. واحنا لما بنشتغل كمدربين، او انا اشتغلت في 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 رئيس قطاع الناشئين 3 سنين، بنغرس الحته دي في اولادنا الصغيرين من بدري، ان احنا فريق بيلعب على البطولات. لما بيلعبوا دوري بنلعب على البطولات. فدي دي روح النادي الاهلي فعلا. لو تلاحظي ان اللعيبه باكملها، يعني لو قلت لي من رجل المباراه هقول لك النادي الاهلي بمجلس ادارته بلاعيبته بالجهاز الفني كله كان مركز جدا، حتى ربنا كان معانا وكانت النوايا كويسه. يعني المدرب بتاعهم كان بيقول لك احنا هنوري النادي الاهلي لما يلعبنا الساعه 9 بالليل في جو برد، واحنا جايين من حر، احنا هنلعبه بقى الساعه 3 الظهر في جو حر، ودرجه الحراره 33 ودرجه الرطوبه فوق ال 82%. ربنا يعني الملعب خير ربنا، والملعب بقى له 10 سنين ما اتغيرش نجيل صناعي. وخلي بالك النجيل الصناعي دوت مؤذي جدا مع الحراره الشديده. طبعا بيطلع صهد على وشك. صحيح. الدنيا مطرت وايه خدات من عند ربنا بس سبحانه وتعالى القدري بقى بتاع ربنا. ايوه طبعا. خيب ظنهم. ما هو ده برضه نتيجه النوايا الطيبه، واللعيبه عاوزه تكسب، واللعيبه قلبها على قلب بعض. انت تبص لما محمد شريف جاب الجول، اللعيبه الاحتياطي كانت فرحانه اكتر طبعا من اللي من جوه. صحيح. وده ما كانش بيحصل. على كل حال يعني احنا هنرجع طبعا مره ثانيه نكمل كلامنا مع حضرتك، استاذنك بس نطلع فاصل سريع والحوار ليه بقيه. اتفضل. لسه فقرتنا مستمره مع كابتن محمد عامر نجم الاهلي السابق، وعندنا لسه اكيد يعني تساؤلات كتيره جدا. انا هبدا مع حضرتك بما طرح برضو من البعض، واللي بيسال هل تعتقدوا مثلا ان موسيماني المباريات القادمه هيدفع بمحمد شريف من بدايه المباراه زي ما كان البعض بيرى ان هو ده الامثل، وزي ما كنا في الدوري السابق نقدر نقول الوضع كان يعني كده، وكان محمد شريف وقتها فعلا متألق جدا يعني لم يقصر، عشان برضو الواحد يبقى صريح. لا هو طبعا محمد شريف فعلا لم يقصر، ولما طلع عارة برا جه عنده خبرات وقدر ان هو فعلا يحط رجله في فريق النادي الاهلي. هو برضو خلي بالك موسيماني يعني برضو في فترة استكشاف. صحيح. يعني لعب ده ويلعب ده ويطلع ده ويدخل ده، فبرضو يعني مش هيجي على محمد شريف وهو ماشي بهذا الشكل الجيد، وخاصة ان هو لعيب صغير ولعيب واعد وبيزيد مستواه بيزيد مع المباريات، وهيجي قعده غير لا بإصابة او بإجهاد او بان هو في تكتيك معين عاوز يعمله. على ذكر الاصابات، هل حضرتك متخيل او متوقع ان بعد عوده المصابين حاله التناغم اللي شفناها امبارح في اداء النادي الاهلي وخصوصا على صعيد خط الهجوم، الشق الهجومي كان في تناغم ملحوظ، فده ممكن يدعم اكتر بعوده المصابين؟ طبعا طبعا. انت عندك معلول طبعاً. لما يرجع جبهه جبهة صحيح لوحده ما شاء الله هجومي ودفاعي، ويعني برضو يعني النادي الاهلي بيخسروا الايام اللي فاتت دي طبعا. فطبعا هيزيد الاداء قوه واداء وتناغم، لان النادي الاهلي مش بيلعب بافراد،
بيلعب تيم وورك، بيلعب بشكل جماعي، الاداء العام للفريق بينزل ايمن اشرف بيعمل الدور اللي هو بيعمله معلول، فممكن ما يكونش بنفس الكفاءه لان كل واحد ليه قدرات طبعا. بينزل محمد شريف زي ما بينزل مروان محسن، زي ما بينزل بواليا، زي ما بينزل صلاح محسن، زي ما بينزل اي فيرود بيشتغل على حسب المدرب ما بيقوله، يعني بيشتغل في اطار عام، احنا مش بنشتغل كل واحد في 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 في, في حتته بس وخلاص، لا ده احنا بنشتغل في اطار عام وفي ربط بين الخطوط، بين في خط دفاع، خط وسط، خط هجوم، مين اللي بيربط بين الكلام ده، مين اللي بيحط رجله بيقف على الكوره زي قفشه ويدي سروهات للفراوده لما بتتحرك، كل دوت ده تناغم وانسجام بيفرضوا عليهم المدرب انه بيعملوا كذا. مين بقى اللي بيؤدي هذه المهام في الملعب ايا كان، لانك انت معرض للاصابه، معرض للايقاف، معرض لاي شيء. صح. مين بقى، مين احنا مش عايزين نسمي، يعني مين ال 11 لعيب اللي موجودين في الملعب بينفذوا الكلام اللي بيقوله المدرب، لان ده شغل مش شغل وقتي في المحاضره انا بقول حاجه انا ما عملتهاش في التمرين، لا ده الشغل ده شغل اتدربنا عليه وحفظناه عشان ننفذه. عشان تنفذه. هو ده اللي اكد عليه موسيماني، هو اتكلم انا عندي اصابات وعندي غيابات ولكن انا بلعب ب 11 لاعب، هم حتى لو اختلفت الاسامي. أيوة. يعني في بقى شق تاني عايز اروح مع حضرتك فيه، لان احنا شفنا كمان وده كان خبر معانا بالامس، كان كابتن محمود الخطيب حريص جدا ان هو يتكلم مع اللعيبه، واعتقد ده بيكون فيه دفعه كبيره جدا، واحنا ما نعرفش تفاصيل مدار، تم اعلان طبعا عن جزء بس اكيد في حوار قوي تم وفي دفعه وفي يعني زي ما نقول كده تشجيع كبير تم اكيد من قبل. أيوه. كابتن محمود. أيوه. الخطيب هو دايما بيكون حريص على رفع المعنويات. أوه. ولكن اعتقد كانت في التوقيت السليم وقتها. هو طبعا ده مش في قيمه الـ انا طبعا عرفت ان هو ضاعف المكافاه والكلام ده كله. أوه. هي مش في قيمه الفلوس او في قيمه المكافاه، هو اللعيبه نفسها لما ما يحصل كده، وده طبعا يعني تمرس عليه محمود الخطيب في 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 لما كان لعيب وكان مسؤول في النادي الاهلي في مجلس الاداره، عارف مدى تاثير هذا التشجيع على اللعيبه. انت حضرتك لما بتبقي برنامجك انتوا كريم، واجي اقول ده انتوا برنامجكم هايل، انتوا بتادوا اداء هايل، الدفع المعنوي انا ما ادكوش فلوس بيفرق. بس الكلمتين دول طبعا بيرفع من الروح المعنويه ليكوا بشكل يخليكوا يعني نجود اكتر، تجود اكتر طبعا، ويبقى شغلك احسن. فاحساس اللعيبه بانهم يعني بيتكافئوا على ادائهم وعلى روحهم القتاليه وعلى ماتش صعب بره في ظروف صعبه، انه يكسبوا بهذا المكسب المشرف ويفرحوا جماهيرهم، ده لازم يتكافئوا. صحيح يعني. طيب انا عايز اسال حضرتك بقى، بحكم ان حضرتك شخصيا بترمز لجيل من الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي في زمن ذهبي هو الاخر، مين من الجيل الحالي حضرتك بتتمزج قوي من تحركاته، من لمساته، من اهدافه؟ والله بص، مين بياخد عينك يعني باختصار كده؟ انا من النوعيه اللي كنت في الملعب كان جهدي عالي قوي، وكان الروح القتاليه عندي قويه. فانا دايما بحب دايما يعني محمد شريف بيعجبني جدا لانه بيلعب بكل اخلاص، وعشان كده ربنا بيديله. ولد صغير وواعد ان شاء الله، وانا اقول ان محمد شريف ده فرود مصر القادم جاي في الطريق. لكن في نص الملعب السولية بيعجبني جدا، حمدي فتحي برضو نفس الشيء بيلعب بقلب، اللعيب اللي بيلعب بقلب ده اللي انا بحبه جدا بموت فيه، بيطلع كل اللي عنده. لما بشتغل في شغلي كمدير فني بدور على اللعيبه اللي بتلعب بقلب، اللي عندها قلب، عندها غيره، عندها غيره على نفسها، فده اللعيب ده نادر قوي اللي من دول. طيب لو هنتكلم بقى على اللي جاي،
والطموح بتاع كل الجماهير ان احنا عايزين نشوف نفس الاداء الرائع ده والتناغم اللي حصل اتكلمنا عنه في المباريات القادمه. هل حضرتك برضو بتشوف ان ده ممكن على ارض الواقع يتم ولا ممكن يبقى فيه تغيير في التاكتيك او التشكيل فربما برضو يؤثر؟ يعني انا توقعات حضرتك لاداء الفريق في المباريات القادمه ده السؤال. ما هو انا زي ما بقول لحضرتك كده الظروف هي اللي بتتحكم في المدرب انه يغير. يعني لو كان في علامة استفهام على موسيماني في ان هو بيغير كتير ده ممكن بيغير عشان الإجهاد، عشان خاطر واحد بيجيله كورونا، واحد مجهد بسبب الماتشات الكتير اللي بيلعبها فبيغير. لكن كأداء انا بعتقد ان الفترة اللي جاية هتبقى فترة يعني شاهدة على 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 فريق النادي الأهلي بانه هيكون على مستوى عالي جدا جدا. لان انا سمعت ان سيد ابو حفيظ بيكلم اللعيبه في البتاع ده في الطياره قال لهم خلاص الماتش ده احنا انتهى، احنا بنبص للي جاي. ودي الميزه بتاعتنا كنادي اهلي وكلعيبه النادي الاهلي، بنقفل على الصفحه الليله، ما بنعيش بقى الافراح لدرجه انها تفكنا ولدرجه انها تخلي ادائنا في اللي جاي مش كويس او تغرنا. ده احنا لسه بنتكلم بدايه صحوه، يعني احنا دلوقتي رجعنا او العوده مره اخرى ليه يعني روح الاهلي اللي احنا واخدين عليها، لان كم ماتش اللي فاتوا ربما هي مش هو ده او مش هي دي الروح اللي احنا تعودنا عليها في الاهلي. فاحنا بنتكلم لا دي بدايه الصحوه اكيد، لسه بدري، مش هنرجع. ده مؤكد ده دور يعني. بقى دور الجهاز الفني والاداري في الشحن المعنوي ونعرفهم ان مش دي بقى يعني مش كل مره هنقع في عقبه عشان نبقى عندنا صحوه عشان نقوم والكلام ده كله. لا احنا عايزين احنا ما بن يعني ماتشاتنا ورا بعض، بطولاتنا ورا بعض، بنخلص ماتش في البطوله الافريقيه بنيجي على البطوله المحليه. احنا عندنا 3 مباريات مؤجله، لو كسبناهم هنبقى اول ب3 بونت فوق الزمالك. فاحنا في دلوقتي في فتره راحه، واخدين راحه وهياخدوا 5 أيام عشان في توقف عشان المنتخب، لازم ياخد فعلا فتره راحه باستجمام 5 أيام عشان يرجع عنده شوق ان هو يكمل مسيرته اللي بداها. حضرتك شايف ان في نواقص؟ يعني ايه اللي ينقص النادي الاهلي سواء تشكيل سواء اداء سواء فكر، هل ولا مش مفيش حاجه ناقصه؟ لا ما فيش حد كامل يا كريم، يعني بطبيعه الحال يعني بس نبقى اقرب للكمال. انا 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 يعني في شغل الفراوده، انا يعني شفت امبارح قفشه راح وكان واحد ضد واحد، اي نعم الاربع ديفنس واقفين على خط واحد، ولما يكون الاربع ديفنس على خط واحد انا لازم كمدرب اشجع ان يبقى في حلول فرديه. ما هو قفشه اتواجد في مكان بقى هو والمدافع لو فات هيجيب جول، والمهاجم الجيد هو اللي يروح يهاجم المدافع لانك انت القرار في ايدك انت الاول. وفعلا ده حصل وراح هاجمه وعدى وشاطها وخدمته ان ده جت في القائم ودخل الجول. في حاجات كتيره قوي في فنيا لابد ان يكون الجهاز الفني شايفها. برضو الشغل التخصصي للفراوده في الحاجات دي، واحد ضد واحد في المواقف اللي محتاجه حل فردي، حل ما هو انت اتواجدت في حته لو عديت يا هتعمل بيلن يا هتعدي يا هتجيب جول. فكل الحاجات دي السلبيات اللي بتحصل ساعات من الديفنس برضو عاوزه شغل تخصصي، يبقى في شغل ليهم بالذات. نص الملعب ازاي يسيطر على الكوره، ازاي يبقى في ربط بين الخطين، الخط الهجومي والخط الدفاعي، كل ده برضو لابد ان هم شايفين اكتر مننا وشايفين حالتهم. لان طبعا انا مش هعدل عليهم، انا بشوف مجرد الرؤيه طبعا وبقول وجهه نظري، لكن ممكن وجهه نظري دي ممكن تكون يعني مش مقبوله قوي ليهم لان هم عندهم ظروف ما تمنحهم ان هم يؤدوا الاداء دوت. لكن
في شغل طبعا اكيد الجهاز الفني في الاخر هو الادرى هو الادرى يعني. لكن عايز اروح بقى عن نقطه حضرتك لنقطه مهمه جدا. احنا بنتكلم ان الظروف اللي فاتت وفكره ان احنا لعبنا في افريقيا على ملاعب مثلا مش جيده وفي توقيتات احنا مش واخدين عليها. طيب احنا ليه مش بنعمل استعدادات لده؟ لان ده هيقابلنا بعد كده كتير. فنعمل مثلا ماتشات وديه في هذا التوقيت، يعني نمرن اللعيبه بتوعنا على فكره اللعب في اي توقيت. يعني انا مع حضرتك ان الساعه 3 صعب جدا، درجات حراره عاليه برضو صعب جدا، رطوبه عاليه صعبه جدا، ولكن ده وارد. ما هو وارد صحيح. ليه ما بمرنش في التوقيت ده ولو العب ماتشات وديه عشان اقدر ان انا اكون متاقلمه على اي توقيت؟ ما هو ده اللي حصل، ده اللي حصل وراحوا اتمرنوا راحوا قبلها بكذا يوم، ولكن عندنا ما تمش ده بشكل يعني خليني خلاص اللاعب بتاعي يلعب في اي حته، ما اقدرش بعد كده اجي اقول التوقيت او الحر او درجات الحراره هتاثر مع اللاعب بتاعي. اتحاد الكوره مش ممكن مثلا انت عندك ماتشات مثلا ماتشين في الدوري هتلعبيهم قبل ما تسافري، الساعه الماتشين دول الساعه 8 بالليل، هتيجي تقول لاتحاد الكوره انا عاوز الماتشين دول الظهر عشان انا هروح العب، مش هيعمل لك حاجه مخصوص اتحاد الكوره، سواء ماتشات وديه او حتى بتكلم على التمرين. مفيش وقت يعني انا الودية. بتكلم على ده على الاقل، مش بتكلم حاليا، مش لازم في التوقيت أنا الحالي، انا فاهم بعد كده استعدادا او في القادم. احنا ما احنا يعني قبل كده برضو احنا ايام ما كنا بنلعب في افريقيا كنا بناخد معانا، اولا كان بيسافر مدير الكوره قبلينا وكان بيعمل زي سكاوتينج على 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 المكان، المعيشه شكلها ايه، الملعب شكله ايه، الترتان ولا نجيل طبيعي، كل ده كان بيحصل، لان المواظ الجزمه اللي بنلعب بيها بتاعه الترتان غير ملعب النجيل الطبيعي، الاجواء شكلها ايه، المناخ شكله ايه، درجه الحراره شكلها ايه، درجه الرطوبه شكلها ايه، درجه الرطوبه دي ايوه الاجواء كلها يعني. كلها فاحنا وهم بيبقوا عاملين الحساب للكلام ده، يعني هم كانوا عاملين حساب للكلام ده. لكن هو هنا بتلعبي ماتشين في الاسبوع، مفيش وقت للماتشات الوديه عشان تعملي ماتش الظهر، ويا اما بقى قبليها تقولي تبلغي اتحاد الكوره عملنا ماتشاتنا بتاعت الدوري دي الساعه 3 عشان احنا هنروح نلعب. طيب لو حضرتك بتقولها بالطريقه دي، طيب ايه الحل؟ يعني لو اقتراحي او الاقتراح اللي البعض كان حتى بيقول ده مش كلامي لن يطبق، وجهه نظر حضرتك ايه علشان نقدر نتغلب على حاجه زي كده وما يبقاش عائق نقول اصل دلوقتي بتلعب الساعه 3 الظهر فانا مش هقدر او ان انا درجه حراره اتمرن قبل ما اسافر الظهر، اتمرن لكل الايام اللي انا قلته على فكره. ايوه التدريب يبقى يتغير معاد الساعه 3 الظهر ماشي، اعمل تقسيمات بين 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 اللعيبه وبعضيها الساعه 3 الظهر يعني ده الحل. لكن كمباراه مش هتقدر تعملي مباراه وديه لانك انت في دوري تلعبي مرتين في الاسبوع، يعني بتلعبي ماتشين في الاسبوع. اللي جاي بقى اللي جاي احنا عندنا ماتش المريخ في السودان وعندنا ماتش سيمبا في القاهره، هل ترتيب المباريات ده يعني في صالح الاهلي باي شكل من الاشكال؟ اكيد يعني هو طبعا احنا دلوقتي حطينا نفسنا في حته ممكن نبقى الاول، يعني احنا لو كسبنا المريخ بره وكسبنا سيمبا عندنا احنا ممكن نبقى اول. خلي بالك سيمبا تعادل مع المريخ والمريخ الاخير تعادلوا 0-0 او 1-1 باين. هو دايما في مساحه كافيه لوجود مفاجآت. ايوه لا ما هو احنا بص احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول احنا الامور بقت في ايدينا دلوقتي. احنا دلوقتي الثاني بعد سيمبا. سيمبا 10 بونت واحنا 7 بونت. احنا عندنا ماتشين، ماتش المريخ وماتش مع سيمبا على ارضنا. الماتشين دول نكسبهم نبقى اول. برضه لما تلعب الثاني من المجاميع الثانيه غير لما تلعب الاول من المجموعه الثانيه، الاول برضه هيبقى قوي يعني طبعا. كل اللي هيوصل هيبقى قوي، لكن لما تلعب الثاني غير لما تلعب الاول، فدي مهمه جدا. ربنا يصلح الحال ان شاء الله، وان شاء الله نسعد باداء مشرف الفتره الجايه ونسعد بنتائج كمان مرضيه لجماهير النادي الاهلي. احنا بنشكرك كابتن عامر جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتنا كالعاده. شكرا يا فندم، منور حقيقي 10 صبح في الاهلي وحضرتك بتتفرج علينا، انا عارفه على طول اصلا في العادي. شرفنا يا فندم. شكرا يا كريم، وبنشكر حضراتكم. احنا كده النهارده الاربعاء صح؟ كل سنه وانتم طيبين، نهايه الاسبوع بالنسبه ل 10 صبح في الاهلي ان شاء الله نبقى على خير. برامج طبعا مستمره مع حضراتكم، ولكن انا وكريم اكيد كده دي حلقه نهايه الاسبوع، هنشوفكم ان شاء الله يوم الاحد وفقرات واخبار جديده. مع السلامه.